السلام عليكم بشار. السلام عليكم شباب. سيد الصوت مبين عندكم؟ نورك أبو جاسم. سيد الصوت يومكم مبين. حبيبي نورك أبو شهاب، أحمد الساعدي، ناصر النجار، عقيل أبو عمار، أياد أخويا، أياد مسايا، أهلا وسهلا، الصوت واضح؟ أي الحمد لله. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير. رب يوفقكم ويزيل هذه الغمة عن هذه الأمة ويشفيكم شر الأمراض، ونتمنى منكم الالتزام حتى ما يوصل بالعراق مثل ما وصل حاليا بأوروبا بإيطاليا وإسبانيا وهذه الدول، وبلجيكا حاليا أكثر من 14,000 إصابة. نتمنى لكم موفقية والله يشفيكم شر الأمراض. شوي يصعد البث ونبدي ويا الشباب شنو اللي يشوفوه وشنو اللي يحبوه وشي يحبون يسمعون من عندنا ان شاء الله. اذا عندنا شيء نقدر نفيد به اخواننا بالعراق اخواننا الهوات ان شاء الله ما نقصر. كلكم خير وبركه. نورت حجينا، حجي الاميرال صاحب الناصري ابو رقيه، كلكم اخواننا نورتوا. اللي نلحق عليه نشوفه، واللي ما نلحق بعد الشباب من يبدي البث حتى نحاول نكون وياكم. حاليا عندنا موسم التفريخ،
في بلجيكا تقريبا. هاي اخر اخر وجبه نطلعها للسباقات، وبعدها المفروض كان المفروض الان سباقاتنا تكون باديه، لكن بسبب الظروف وبسبب كورونا تاخر علينا كل شيء، فما نقدر نسابق حاليا، وممكن بعد شهر او اكثر يلا تبدي السباقات عندنا. بسبب كورونا، وان شاء الله اهم شيء يروح هذا البلاء عنا، وراها السباقات تجي ملحوق عليها، لان الموسم عندنا من نص الثالث الى تقريبا نص التاسع. ستار حافظ، حمام المارسيل، حمام مارسيل سانجرس يشتغل، يعني مو شرط انه من ال 750 كيلو، وانما يشتغل الحمام الاداره مالتك، يشتغل الحمام من 100 كيلو لل 700 لل 800 عادي حسب الاداره مالتك. اكو حمام لل 400 ويوقف، لكن الحمام بالنسبه لي وجهه نظري الحمام الزين يسابق من 100 لل 700، وانا اتسابق دائما بالحمام نفسه من 100 كيلو لل 700 كيلو، نفس الحمام يروح للسباقات. فحسب التجهيز مالتك بالقصيرة، تجهيز مالتك والعلف مالتك يكون شوية يختلف، من نزيد المسافات يبدي نوع العلف يتغير، لازم تعطيهن بروتينات، لازم تعطيهن انرجي ازيد حتى الطير يقدر يمشي. ان شاء الله ان شاء الله سيدي تمر هاي الازمة. سفار خفاجي اخويا صفاء، انت تسألني تقول شنو الحمام وشنو المواصفات انه انا اركبهن على مود يطلع الحمام مسافته قصيرة. هذه الشغلة انا ما اؤمن بيها، والزم طير وجناحة وهيجي او هذه المواصفات. بالنسبة لي وجهة نظري اللي آمن بيها الطير الزين من 100 لل 700، فدائما أنا نفس الحمام أتسابق به لازم من 100 يحقق نتائج لغاية 700. صحيح أنا ما أهتم مسافة 100 كيلو 120 كيلو 200 كيلو، ما أهتم لها، لأنه أهتم السباقات الناشونال تبدي من 480 كيلو للحدود 600 580 كيلو، هاي المتوسطة قصير متوسط، وراها تبدي سباقات الفونت من 600 لل 800. فالحمام الزين انت تديره، الاداره يمك، اهم شيء عندك حمام زين صحته زينه، تحافظ على صحته زينه، الباقي الامور كلها تجي سهله، اهم شيء الاداره. من حافظت على حمامك، حمامك صحته زينه، تقدر تحافظ عليه يستمر عندك بالسباقات. الفوز سهل يجي، لكن الفوز يجي مرة واحدة. شلون تحافظ على الفوز؟ شلون تحافظ على صحة الحمام؟ هي هاي النقطة، انه انت شلون تحافظ عليها. فمن نريد نفوت بهذه المواضيع، اهم شيء الخطوة الاولى الحمام الجيد، اللوفت الصحي، والمحافظة على الحمام وعلى صحته. اذا حافظت على كل هذه الامور تبدي الامور الثانية، الاميات. احنا اليوم نسولف باختصار، لكن وراها ان شاء الله على كل شيء نسولف لكم شغلة شغلة. الاميات اول شيء تعالجها من كل شيء، تكون خالية وسليمة من الامراض، بعدها على مود تحصل. انا دائما اقولهم للولد من يخابروني اقول الاولى عندك حمام زين، عندك لوف زين، هذا الاساس مالتك، بعدين ورا معالجة الاميات تجي تحصل على بيضة زينة. شلون تحصل على بيضة زينة؟ الاميات تكون سليمة وبعدها تبدي تشتغل. بيضة سليمة يطلع فرخ زين، فرخ زين تقدر يصير طير زين.
الحمام الزين هنا أنا في بلجيكا يقول لك الحمام الزين قليل، الحمام الأبطال والتوب التوب نوادر، والباقي حمام يعني يكون مو زين، لأنه إحنا نبزر تبزر لك 100 فرخة على مود يطلع لك بالأخير 20-30 زينات، لكن مو التوب اللي أنت تريده. الأيسبجينات قليلة، من نحكي لك على مستوى بلجيكا، كل جنة يحلم بأيسبجين بطول حياته، كل جناي بلجيكا يحلم بأيسبجين على مستوى بلجيكا طول حياته، ويظل يسولف بيه ويقول لك هذا كان عندي موسم استثنائي. موسم استثنائي شون؟ انه حمام ما تمرض، اجى الحمام بوجهه، حمام ما تمرض، حمام ما صار له فد شيء. لكن انه انت تواكب المسيرة وتبقى دائما عندك نتائج، تبقى دائما تحافظ على نتائجك وتكون دائما بالمقدمة، هو هنا الشغل يحتاج لها جناي ذكي ويعرف. الحمام سيد، الحمام البطل والمميز صعب الحصول عليه، صدقني أنا أحكي لك يعني الكلام اللي شفته هنا الواقعي اللي لمسته في سباقاتنا. تفرخ 100 تبدي صقر ما ادري ايش تمرضن ادينو، بعدين تمشي ظلن 80 تبدي تدرب تقطع عن هواية طيور، يبقى مثلا 60، من 60 انت عندك 20 دائما يسجلن الزينات، بعدين عندك اشكم بطل. لكن اذا كان شغلك عدل تزيد هذه الابطال عندك كل سنة. يعني أنا مثلا سنة 2014 كانت بدايتي، من سنة 2014 وقيت يمكن 6 طيور، بعدها سنة 2015 من سنة كاملة وقيت يمكن 4 طيور أو 5 طيور تدخل يعني للتفريخ. سنة 2016 كانت سنة حلوة، انتقلت إلى بيت جديد، ففي مقاطعتنا في واصلاند حصلت على من 28 ايس بيجن عندي 8 على المقاطعة. 2017 كانت السنة الافضل في مسيرتي، ولو 2019 كانت هم حلوة، لكن حصلت على 7 ناشنال ايس بيجن. زين، المسافة 750، اكو واحد من الشباب يسألنا على مسافة 750. مسافة 750 احنا هنا من نسلم مسافة 750 نسلم الطيور يوم الاربعاء، على مود الطيور تروح تنفك يوم السبت، 3 ايام الطيور بالاقفاص. فالتجهيز يكون لها يعني بالنسبة للبلجيك قبل احتمال اسبوعين ما يفك الحمام، الحمام يكون مرتاح اخر 3-4 ايام علف خشن كله بروتين وانرجي. زين، على مود الطير يعني يشيل شوية، يشيل وزن، يشيل عضل، حتى يقدر يبقى 3-4 ايام بالاقفاص، حتى وراها يقدر يواكب المسيرة. زين، مواصفات للحمام، انا ما اؤمن بهذا الشيء انه هذا مواصفاته، احنا نحب مواصفات طير رياضي. اوكي ديار، ما شفت سؤال الاخ دريد صليخ، اذا تقدرون تعيدون السؤال يا شباب تساعدوني بهذا الموضوع. حبيبي ابو عباس رحم الله والديك، انت البطل، انت بطل، والصراحه انت صاحب فضل علي بعد الله، من الناس اللي دائما اقولها ونذكرها وما ننكرها. الابطال اللي لهم صاحب اصحاب فضل علي بهذه الهوايه، اخويا كمال ابو احمد، مهند القريشي، محمد فيصل، هذول ثلاثه دائما داعمين إلي كانوا ومعافوني باي لحظه ابد، يعني
الكل اخوتنا، الكل اصدقائنا، وهواي اكو ناس اصدقائي. عصام هاشم في بداياتي يعني انسان جدا رائع، خلاني بالاساس بالحمام الزاجل، سباق السبرنت الحمام درايد صليخ. اخوي درايد بالنسبه لسباقات السبرنت راح احكي لك على سباقات السبرنت في بلجيكا. سباقات السبرنت في بلجيكا يكون النادي ياخذون شغلتين، يا اما البلديه اللي انت بيها والبلديات المجاوره فلك حق تشترك بالسباق. اوكي درايد احكي لك على السباق، تكون البلديه والنوادي المجاوره لها، البلديات المجاوره لها، او مسافه مثلا 10 كيلو او 15 كيلو سنتر مال الدائره عن بعد النادي، نادي يكون بالسنتر، تبعد المسافه تزيد المسافه لحد ال 300 تبدي الرقعه تزيد. بالنسبه للاخ درايد يقول يا الاحسن الطيور مفروده او الطيور مطبوقه، انا دائما احب اتسابق الطيور مفروده، كل من الى طريقته. هنا أنا اكو ناس تسابق يعني طيور طبق، واكو ناس تسابق على البيض على مود التشويق. انا بالنسبه لي احب دائما اسابق الطيور مفروده، لكن في سباقات الناشونال الطرق اللي يستخدموها البلجيك للاناث يحضر لها افحل كبار قبل السباقات الناشونال المهمه، يطبقها على مود يكون تحفيز لها، يستخدم الطير الكبير لان الطير الكبير ما يقتلها، صاحب خبره، فعلى مود يحفزها وعلى البيض تحقق نتائج جيده. واكو ناس بالافحل همينه يجيب لهن طواير كبار حتى التحفيز. بالنسبة للسبرنت اختيار الناشونال ايس بيجن KBDB، بالنسبة للسبرنت انت محدد تسابق باندية، يعني مثلا نادي مالتنا واكو كم نادي ويانا قريبين نقدر نسابق سباق كيفري وسباق نيون، يسموها مايون بالفرنسي لانه هي المدينة هاي بفرنسا. فهذه السباقين هي السباقات القصيرة، كل نادي اكو مجموعة اندية تبدي تسابق سوا، لكن ما تقدر انت كل بلجيكا تسابق بهاي المسافة. صحيح تروح الطيور مال محافظة انتويربن مقاطعة 6، تروح وياها الطيور مال محافظة اوستفلاندرن مقاطعة 4، وتروح وياها الطيور مال مقاطعة برابانت اللي هي قريبة من بروكسل. فلما يفكون الحمام أعداد الحمام 20-30 ألف وأكثر، يوصل ينفك الحمام يتجه باتجاه هو بداخل بلجيكا. بالنسبة لسباق كيفري ناس تروح حمامها على اليمين 50 أو 100 كيلو، وناس تروح حمامها 50 أو 100 كيلو على اليسار، ناس ينزل حمامها وراء 40 كيلو، وناس يطير حمامها لحد 130 كيلو. هاي بالنسبة للسبرنت السباق كيفري. شلون يحسبون النتائج؟ النتائج بس مال النادي، او مثلا بالمقاطعات تبدي الاندية لما تكبر تزيد المسافة الى 220 تبدي تنضم بعض الاندية تسابق مع بعضها، فيصير تجمعات 5 اندية 6 اندية 4 اندية 8 10، مثل النادي المشهور في انتويربن تقريبا، هذا اقوى نادي بالسبرنت التيم فيربونت، هذا يتجمعون به 10 اندية. فهذا ليش انضرب العالم عليه؟ لانه بي غالبيه الابطال مال انتويربن، مقاطعه انتويربن هي مشهوره بالسبرنت، فغالبيه الابطال مال انتويربن موجودين بهذا النادي، مثل كان اللي اعتزل ليو هيرمانس، ديريك فان دي بولوك، بوكمان غوستاف، جوس كولز، سمولدرز هاري، فانتيلو غيدو، كان بالتيم فربوند همين يجوا ياهم مرات رودي ديلز او يسابق ببيرسا،
ستيكر دونكرز، فذولا عمالقة القصيرة. ف من اللي السابق بس الناس القريبين. فهذه المقاطعة دائما اتجاه الأنظار عليها مقاطعة 6، لأنه الأبطال موجودين بها. تيم فيربونت أقوى نادي، أنا كنت يعني السابق في مقاطعة 6، تيم فيربونت أقوى نادي، يجي الدياموند فيربونت ويا دياموند فيربونت همين بأبطال، وبعدها تجي باقي الأندية. فتشوف دائما دائما 90% من الناشيونال ايسبجن كي بي دي بي دائما في انتويربن، واذا كان الطير خارج انتويربن، اذا كان الطير خارج انتويربن تشوف الانظار تقل عليه. يعني مثلا اذا كان اكو طير خارج محافظه مقاطعه 5، لكن هو اول ناشيونال ايسبجن والثاني او الثالث من انتويربن مقاطعه 6، ممكن سعر الطير الثاني او الثالث يكون اغلى من الطير الاول. ليش؟ لانه هذاك يسابق بمقاطعته، مقاطعه 5، مقاطعه 9، مقاطعه 7 مثلا. او اسف شباب، جانا اتصال واحد من الشباب وقطع علينا البث. فتنحسب مال النادي نفسه او كم نادي. مثلا تيم فيربونت، ليش يسموه تيم فيربونت؟ يعني 10 انديه. فتنحسب النتيجة مالتهم. لكن وين؟ ليش الناس تروح على انتويربن وتحب الطير مال انتويربن؟ لأنه هناك اكو منافسة، زين؟ منافسة أقوى. شلون يحسبون البطل اللي يطلع أول؟ بالنسبة للبطل اللي يطلع أول، شلون يحسبوه؟ بالمسافات القصيرة. طبعاً قبلها، قبل بداية الموسم، يتوزع المنشور إنه التعليمات. مثلا يقول لك احنا تبدي 15/3 بالنسبه للسباقات الكبار واعمار السنه. 15/3 تبدي السباقات، اول سباقين او ثلاثه بالنادي وتنحسب ونتيجه اوكي، لكن ما ينحسب للايسبجن. يقول لك ابتداء من شهر الرابع من الويكند الاول، يعني من عطله الاسبوع الاولى في شهر الرابع، اول سباق تنحسب النتيجه ولغايه 30 او 31/8، يعني لنهاية شهر الثامن. هذه السباقات سابق وتعال جيب لي طير أفضل نتائج للطير بهذه الفترة، يختارون مثلا من عندها أفضل 8 نتائج. تكون النسبة لكن لازم الطير بالعشرة بالمية بيرتينتال، لأنه هنا دائما يحسبون الحد الربع أو الثلث، لأنه سباقات قوية. إذا يحسبون بس بالعشرة بالمئة السباق ينتهي بدقيقة، والجناية كليتها ما تسجل. فلهذا السبب شو يسوون؟ يحسبون لغاية الثلث، لكن الطير اللي ينافس بالكي بي دي بي على النتائج يختاروه لازم بأول 10%، ولازم يجيب نتائج بأول 10%. يختاروا له مثلا أفضل 6 أو أفضل 8 سباقات طول هاي الفترة، 4 أشهر، يعني شهر الرابع، الخامس، السادس، السابع، والثامن، 5 أشهر. طول هاي الفترة يختارون أحسن نتائج. بداية الموسم دائما يكون أعداد الحمام أكبر. بداية الموسم دائما يكون أعداد الحمام أكثر. وراها بس الطير يغلط يبدون الجناية ما يودي. مع العلم تشوفون دائما في بلجيكا بس بسباقات الأفراخ الأعداد هواية. لأنه بداية سنة فيبدون هم بالبداية وبعدين تصفى، ما يبقى الجناي يودي هواية، لأنه يحسب مصاريف. وهنا ما نقول بخيلين، لكن يحسبون الكل شيء حسابه للدينار للسنت. فتبدي الطيور تقل، يعني مثلا يبزر 100 يروح للسباقات ب30 بالأفراخ، وراها ال30 لو ال40 يبقى من عندهم 8 10 12 6. فيختارون العين الأبطال. فمن تجي السنة الثانية تشوف السباقات شنو، 10 أندية والعدد ما وصل 1000. بس هي هاي 1000 منين جتي؟ 1000 جتي من 20,000، تعرفون شلون؟ فيختارون بس العينة. السنة اللي وراها يسابق بالسباقات أعمار السنة، وبعدها
مثلا كان هالسنه عنده 8، من الثمانية للسنة اللي وراها يبقي 4-3-2، فتكون سباقات الكبار كل الصعبة، يختارون البطل. سباقات الأفراح دائما بها أعداد هائلة، وبس أول سباقين ثلاثة أول شيء الكبار تغلب، وراها يبدي يتميز الفرخ، خصوصا إذا الفرخ بيه أصول يقوم يتميز يغلب حتى الكبار. السباقات تنحسب قلت لكم بس للنادي، يعني اليوم عندك إذا أنت بصراحة نحكيها هيك طق بالعراقي، إذا أنت عندك لقيت لك مكان بأندية ضعيفة وناس تسابق طويلة، تروح تسابق بنصهم تقدر تحقق نتائج جيدة وتجمع كوفيسنت عالي. إذا جمعت كوفيسنت عالي دزر طير للكي بي دي، دز النتائج مالته هو يطلع أول ناشنال. لكن احكي لي هل الطير كان ينافس ويا أبطال؟ هنا الشغلة في أنتويربن هواية أبطال، أنا كنت أسابق بنادي عندنا أبطال لحد 300 كيلو يجي يودي الطيور خارج السباق. أكو بعض الأندية بغير محافظات نسلمها خارج السباق تكلفتها أقل، بس يقول لك أنا لا أجي وأجيب الساعة وللسباق وهيجي، يقول لك أنا يبدأ سابق من 300 ورد، ناس من 500 ورد. أكو بعض الأندية وبعض المحافظات الطير اللي تجيبه يجبروك، حتى لو أنت تقولهم أنا ما راح أجي وأنا ما أجيب ساعة، بس قد جبت عدد حمام 50 سجلوها 50 طير وأنت ما تجيب الساعة. المنافسة بين 10 جناية بس هم 30 جناية متوسطة وطويلة جايبين حمامهم، يحسبوه ينحسب مرات إجباري. إيش راح يصير؟ راح يستفاد هنا الجناي أبو القصيرة، يستفاد إنه عدد الحمام صار هواية، يجمع كوفيسنت قليل. الكوفيسنت لما يكون قليل الطير هو اللي يفوز. فمقاطعة 6 بالنسبة للقصيرة مكان صعب صعب صعب. هنا أنا سابقت 2014-15-16-17 بمقاطعة رقم 4، وراها 2018-2019 تسابقت بمقاطعة 6 في نادي يعني مجموعة من الأبطال تعرفوهم، أندري ريدهوف، ابن أندري ريدهوف، مارسيل واوترز، ديريك فان ديك صاحب الطير كانيبال، أدي جانسون ثاني أفضل جناي حاليا في بلجيكا، الكامبيون أو أول كامبيون على بلجيكا في هذه السنة، جي فان دي راورا مدير مبيعات شركة فان روبايس بطل، صاحب أول ناشنال هاي السنة في نادينا، صاحب أول ناشنال أيس بيجن. منو بعد من الأبطال؟ تشارلكنز ويانا بالنادي، بارت جورنيكس ويانا بالنادي وينافس، جوز فركمان ويانا بالنادي، أبطال يعني عمالقة. وأكو ناس أنتم ما تعرفوهم أمثال هوك فان غاستيل، لكن هذول أبطال، ديفيت روني أبطال، لكن إحنا بالعراق مثلا ما يعرفوهم، أبطال وعمالقة وإلهم باع طويل بالسباقات. لكن بالقصيرة هيرمان بيفردام، هيرمان بيفر ويانا، بيفر هيرمان هذا عنده طير أولمبيات على مستوى بلجيكا بالقصيرة. لكن الأقوى تيم فربوند، الكل اسأل الكل، أي واحد اتجاه الصينيين اتجاه أي دول العالم كليتها تروح باتجاه تيم فربوند، دياموند فربوند، أكو باقي المناطق أوكي، لكن دائما تيم فربوند الأقوى منافسة. مرات تصير أسرع، أكو طيور أسرع في دياموند فربوند زين، وأكو هناك أبطال، لكن لا، التيم فربوند هي المكان الأقوى بالنسبة للسبرنت. النتيجة تنحسب على النادي، ما يقدرون على كل بلجيكا. شو وقت تنحسب نتائج كل بلجيكا كليتها سوا في سباقات الناشنال؟ 400 عن الناس تبدي 400 إلى غاية 600، هي دائما يسموها سباقات من 400-600، هذه تفوق كل بلجيكا. بلجيكا صايرة بالعرض 300 كيلو بالعرض، تتقسم إلى 6 مناطق زونات، زونة A1 A2 B1 B2 والسي، كانت C1 وC2 لسه جمعوها C وحدها سوى.
من تصير سباقات 400 ل 600 تبدي تبدي كل بلجيكا سوا على مود يفوز الطير ناشونال ايس بيجن. مسموح له تنحسب له ثلاث نتائج يختارون الافضل وين الى اكثر كوفيسنت، يعني الكوفيسنت الافضل يختاره، يا اما نتيجه المحافظه نتيجته على المحافظه، يا اما نتيجته على الناشونال زون اللي هي تقريبا تبدي مثلثات هيجي تبدي قليله نهايه المثلث تصير 50 كيلو تقريبا بالعرض بين مربي ومربي حدود 50 كيلو بالعرض، او الناشونال العامه النتيجه العامه. فانت تشوف يا نتيجه اللي بيها افضل كونفك كوفيسنت هناك انت اللي تختارها. يعني هم الان كانت قبل بالايد، انت تطلع وتختار وتدزها للكي بي دي بي، الكي بي دي بي يقول لك انت فزت اول ناشونال. ما زالت في السباقات القصيره هو الجناي يملي يقول هو انا الطير مالتي السابق بفلان سباق على الف زين، يحسبون النتيجه شلون المركز مالته يضربوه في 100 يقسموه على عدد الحمام، هاي طريقه الحساب، المركز مال الطير يضربه في 100 يقسمه على عدد الحمام تطلع النتيجه، يسويها السباقات وهو يدزها. يعني تجيك قائمه وانت تملي القائمه وتدزها. حاليا بسباقات الناشونال هي قامت تطلع اوتوماتيك، البرنامج هو اللي يحسبها ويطلع لك الايس بيجن في سباقات الناشونال. فإلك حق بالسباقات الناشونال ثلاث نتائج تختار ايهما افضل، يا اما المحافظه يا اما الزونه يا اما الناشونال. مهند القريشي وضح لهم شلون يحتسب الكوفيسنت. الكوفيسنت عندك المركز مال الطير، مثلا الطير مالتك 10 المركز العاشر تضربه في 100 ايش راح يصير؟ 10 في 100 راح يصير الرقم 1000، تقسمه على عدد الحمام، عدد الحمام ايش قد كان مثلا 1000 يطلع 1 الكوفيسنت مالته 1، 2000 راح يطلع لك 0.5. حلو الكوفيسنت. منور علاوي على الجوية. فالكوفيسنت ينحسب المركز اللي حصل عليه الحمام ينضرب في 100، المركز ينضرب في 100 يقسم على عدد الحمام يطلع الكوفيسنت زين. ف ينحسب هيجي. فاذا عندك نادي انت قوي لكن اعداد الحمام دائما 500 حتى لو تفوز دائما بالعشرة الاوائل ويا ابطال، يجي واحد يسابق بنادي شوية ضعيف بس أعداد الحمام مثلا 1000 أو 1000 وشوية، يفوز دائما أول ثاني 20 يجي يغلب بالأيس بجن. حسام الدين 3 أشهر تقريبا في أول سباق. عشيدك سيد اللي الأسئلة اللي مدى شوفت قلتون أنتوا تجاوبون الشباب. إحنا تبدي سباقات الأفراخ أول سباق 15/5 نستلم الحلقات 30/12 نحلق، يعني نبدي 1/1 15/5 تبدي سباقات الأفراخ. الشهر السابع نوصل لل 300 كيلو بالأفراخ. الشهر الثامن تبدي سباقات الناشونال بالأفراخ اللي هي بين 450 لغاية 600 بالأفراخ. عندي أفراخ طايرة يعني مطلعها بشهر الرابع، هاي الوجبة الأخيرة يعني وراها ما تقدر، شهر الرابع شهر الخامس بعد ما تقدر شو تدربها. عندي افراخ طايره بهذا الوقت بشهر الثامن سابقت 450 كيلو حتى تتحضر للسنه وراها. فيا شباب الكوفيسنت ينحسب مره ثانيه على مود تعرفون وكل واحد يقدر يحسبها من يمه. المركز اللي حصل عليه الطير تضربه في 100 تقسمه على عدد الحمام. هنا تصير بيها خصوصا بالقصيرة يصير بيها ظلم. شلون يصير بيها ظلم؟ وين مقاطعات قوية مثل مقاطعة 6 وناس تسابق. منور حمودي محمد عبد الجبار أحمد المالكي منورنا ستار حبيبي. فمقاطعة قوية والجناية كلتهم أقوياء
فلما انت تتسابق ويا ابطال طيرك مرات ما يسجل بالعشرة الاوائل، ما يشوف العشرة الاوائل، لان انت تتسابق ويا ابطال، ويجي واحد بمقاطعة ضعيفة واللي ويا جناية مال طويلة وتنحسب عدد الحمام، يستفاد من كثرة الحمام هناك ممكن هو يغلب. تصير هذه الاشياء لانه ما تقدر، يعني ما تقدر تعترض ولا تقدر تقول. بعد فتره احتمال راح يسووها مثل شلون الدوري الاسباني، الدوري الاسباني لما يحسبون بطل اوروبا تنحسب له غير شكل، مو مثل الدوريات الاوروبيه البقيه. بعد فتره راح يسووها من بالزاجه ان شاء الله. ف الكوفيسنت مركز الطير في 100 تقسيم على عدد الحمام، وراء ال 400 كيلو، وراء ال 400 كيلو يلا يبدي السباقات كل بلجيكا. لكن الاولى يا اما سباق المحافظه يحسبوا لك افضل نتيجه، لك حق اختيار افضل نتيجه لك. مثلا انت نتيجتك علاوي على جوية يقول شنو هو الوقت اللي يتقدم به الرابطة. بالنسبة للرابطة يتوزع يوم 30/12 على مود انت تلبس واحد واحد اللي يقدرون يسووه هنا البلجيك. شنو ثلاثين اثنعش اللي يقدرون يسووا الجناية يطبق يوم 25/12، يعني يكون عمر الفرق 5 أيام، هذا أكثر شيء، ماكسيموم أسبوع يقدر، خلينا نقول هيك بالعامية يقدر يبوق الأسبوع عمر الطير، لأنه 30 بالشهر أو 1/1، يعني 1/1 تبدي تلبس الحمام، وهذا الشيء ثابت في بلجيكا في هولندا. الهولنديين مرات يبزرون متأخر، البلجيك لا، من 1/1 يبدي يلبس، يستلم الحلقات يلبس زين. لكن انتو مثلا بالعراق لانه الجو والحر والصيف وتبدون الموسم مالتكم، يعني اذا انت تستلمه 1/1 ما ايش وقت راح تلبس، ما تقدرون تسابقون به نفراخ. هاي الفرق بين بلجيكا وبين بلداننا العربية. مهند يقول لي اشرح لهم على انجازاتك. فضل من رب العالمين 2016 عندي سادس ايس بجن على المحافظة، سنة 2017 عندي سابع ناشنال ايس بجن كي بي دي بي على كل بلجيكا، اول على المحافظة، ثاني على المحافظة، ثالث على المحافظة، 58 مرة باول 50 على المحافظة. من اقول لك محافظة اعداد الحمام 2000، عدد الجناي لا يقل عن 150-160 جناي. السنة اللي فاتت آخر سنة 2019 كنت مدير لوفتات برايغون، فحققت نتائج الحمد لله والشكر فضل من رب العالمين، ورا خامس سباق بلجيكا ناشنال، ورا خامس سباق. البيبا يسوون ابتداء من ثاني سباق يسوون بيبا رينكينج. بيبا رينكينج هي اختيار الحمام، اختيار افضل حمام يبدون من ابتداء من السباق الثاني، يشوفون افضل حمام في السباقات. مثلا بيبا رينكينج اول سباقين، كان لي باول سباقين خامس افضل طير على بلجيكا واول افضل طير على مستوى انتويربن، مقاطعة انتويربن. السباق الثالث اجى صار رابع افضل طير على مستوى بلجيكا والاول على انتويربن. اجى السباق الثالث صار مركز رابع وهم بقى اول على انتويربن. اجى السباق الرابع صار مركز ثاني او ثالث وهم اول على انتويربن. السباق الخامس فضل رب العالمين بعد 5 سباقات كان الى المركز الاول على كل بلجيكا. اجى السباق السادس كان إلى المركز الأول بعمار السنة على كل بلجيكا. بالسباق السابع
تراجع الى المركز الثالث. بعدها احنا نسابق 8 سباقات يحسبوها، وراها سباقين تصير الفئه العمريه يدخلون المخاليف ويا الكبار. فانتهى الموسم الحمد لله والشكر في 7 سباقات على مستوى بلجيكا، كان لي المركز الثاني، ثاني افضل طير على مستوى بلجيكا، وخامس افضل طير على مستوى بلجيكا. للعلم في 7 سباقات على مستوى بلجيكا كليتها كان بس 128 طير محقق 7 سباقات ناشونال، مسجل في 7 سباقات ناشونال، كان لي بيهن الحد ال 125 15 طير. الجناي الوحيد فضل رب العالمين، الجناي الوحيد اللي عنده 15 طير في افضل 125 طير على بلجيكا. ماكو جناي ثاني عنده 8 حمامات، والرابط موجود تطبون على البيبه وتشوفون. وفي 6 سباقات كان لي المركز الرابع، رابع كي بي دي بي وسادس كي بي دي بي. عدد الحمام كان حدود 300 حمامة، لكن عندي هناك بنصهم 20 أو 21 حمامة، وهم الجناي الوحيد اللي عنده هذا العدد. تقدرون تطبون وتشوفون وتتأكدون. انتهى الموسم ثاني أفضل طير بخمس سباقات، خامس أفضل طير بخمس سباقات، رابع أفضل طير بست سباقات، وسادس أفضل طير بست سباقات على مستوى بلجيكا. الحمد لله والشكر. هذا يجي جهد، تعب، سهر، والله مرات ما أنام. يعني في يوم من الأيام ساعة بثلاثة الصبح، ساعة بثلاثة الصبح أنا قاعد أحط قطرة بعين الحمام وبلع حباية، وكان الجو عندنا حار. أنا أموت ساعة بالخمسة أطلع أفك الحمام، لأنه بالخمسة يصير عندنا الفجر، ولغاية ساعة بالعشرة عندنا نهار. فظليت من الثلاثة للخمسة وبدون عجز حدود 80-90 طير كله بلع وانطي القطرة على مود اللحق. فمثل ما قلت لكم الغلب سهل، الغلب سهل، لكن المحافظة على الغلب هو هذا الصعب. شلون تحافظ على الغلب؟ تحافظ على صحة الحمام. عينك إذا مو مفتوحة ويومية تراقب الحمام وتشوفه وشنو وش أكل وأكله زين أكله مو زين، تكرمون الضرق، الطير ينعرف من ضرقه مثل الطفل. فإذا مو عينك عليه وتباوع، لا انسى، راحت عليك. وبس تروح وتفقد المرض متأخر انت لاصق عليك، لانه اذا انت اسبوع كامل، اسبوع كامل انت ما فاقد، لانه هو 3 ايام لاربع ايام يلا يبدي المرض يستفحل. فاذا انت ما حبيبي ابو شهاب، لا اللي يتعاجز يسمع كتل صوندات، الله وكيلك هنا. انا بس تغلط، بس تغلط غلط صغيروني تشبع كتل، واخوك هم غلط، هم غلطت زين. يعني تغلط مرات، تغلط مرات، تتعاجز، لانه الموسم انتم موسمكم بالعراق 3 اشهر، احنا موسمنا من شهر الثالث الشهر التاسع 6 اشهر، 6 اشهر يعني ايش يصير بيك زين. وبالشركه يعني كان عندي اول شيء 80 طيور كبار بديت السابق بيهن، ما مصفيهن من كان الافراخ كلهم بقيتهم، لانه اول سنه بادي فبقيتهم، بديت ادرب بعدين انا بديت بالاخير اعزل من عندهم، بقيت 50 40 من 80. بس من ال 40 اللي بقيتهم او 42 مرات اودي 50 اللي بقيتهم، اكثر من 20 طير كان بالبيبا رانكينج بافضل حمام على بلجيكا. الحمام يعتمد على الحاله الجويه، يعتمد على الوقت. سيد هذه شغله مهمه بالنسبه للتسليم الحمام هنا سيدنا الغالي، على مود هم يعرفون الناس. التسليم بالنسبه لسباق الناشونال يوم الخميس، سباقات الناشونال لحد 600، تسليم يوم الخميس، الفكه يوم السبت. تمطر
قراقيع ما ادري ايش هاي ياخذوها للطيور، الذب ثلج ياخذوها للطيور، بس هو نبدي احنا ورا الثلج ياخذون الطيور بس في حاله واحده. السنتين الاخيره صادفتنا ارتفاع درجات الحراره، اذا توصل درجه الحراره للأربعين يلغون التسليم، اذا وصلت درجه الحراره للأربعين يلغون التسليم. ينلغي التسليم، التسليم يروح. العام تسابقنا درجة الحرارة 32 وبسباق من السباقات 37، سباق 800 كيلو طلعت على محافظة أنتويربن مركز الخامس ومركز العاشر. الله بيناتنا السباق 800 كيلو وصلت درجات الحرارة 37 وهو بوجهه زين، ظلينا نايمين لليل. شنو غلطتها بالزاجل وما سامحت روحك عليها. ابو شهاب تدري شنو هي الغلطه اللي ما تسامح نفسك عليها؟ ان شاء الله مو غلطه. هذه السنه بعت البطل السابع ناشونال ايس بيجن، بعته بمبلغ قوي، هو وبنته ال 801 اللي هي خامس بيبا رانكينج. الحمد لله والشكر بعتهم ب30,000 يورو، مبلغ زين، لكن لحد الآن الطير هو قدام عيني، لكن موجود بالشركة يوم الرجال اللي أنا يشتغل عنده، وقال لي إيش قد ما تريد من عنده أخذ أفراخ، لكن قلبي بعدين يم الطير، لأنه طير بطل سابع ناشونال على مستوى بلجيكا، أنتج بأول سنة أول فرخة لبستها إلى 801، أول فرخة كانت هذه السنة رابع أفضل طيارة بالبيبا رانكينج بست سباقات، وخامس أفضل طيارة بالبيبا رانكينج بسبع سباقات. هذه غلطة صعبة جدا. يعني أنا هسه ذكرتني أبو شهاب اللي فرح معلى والديك قهرتني، الله بيناتنا، لأنه أنا بالمناسبة يا شباب يعني أحب الطيور بشكل، أحب الطيور يعني بشكل، يعني إلي واهس بيهن. يوم اللي شوية أخسر، يوم اللي شوية أخسر لو الحمام مو زين، يمكن ما أكل ما أنام، الله بيناتنا حوالك ميت عندي ميت زين. إن شاء الله أسوي لكم مواضيع واحدة. حمودي أساس اللوفت الأبطال، يعني من أنت تبقي الأبطال مالتك تبقيهن بناتهن تصير الخطوة عليك أسهل. الأبطال من يبقى عندك الخطوات تصير أسهل. يا شباب إذا أكو واحد عنده سؤال سيد منتظر، لأنه أني مدى أقدر أباوع كل التعليقات زين، وملتي كل ساعة عيني على الطيور. فأساس اللوفت إذا يصير عندك دائما تختار الأفضل تركز عليهن، هن أمهاتهن خواتهن، والبقية طلعهن، هن خواتهن يعني البطل بناته خواته أمهاته، بس ذني تركز عليهن. حبيبي سجاد، والله سجاد انت تقول هي مدرسة، الزاجل بحر. انا اجيت البلجيكا قبل 10 سنوات ونص، يعني بين 10 سنوات 11 سنة، اجيت اللي انا كنت السابق بالعراق، لكن كل يوم ومرات اخابر الولد جماعتنا، اخابر ابو احمد، اخابر مهند، احكي ويا ولد هواية جماعتنا من العراق وابطال. مره خابرت وسام ابو زيد اسولف وياه، وسام شلون وتصير عندك اخطاء وشنو، فتستعين بالابطال. خابر مهند، خابر وسام ابو زيد، خابر ابو احمد، صارت عندي هيك سالفه وتصير عندنا هنا اشياء ما شايفيها قبل، مرت علي اشياء ما شايفها قبل بحياتي. ف يعني ايش اقول لكم، يوميا اكتشف نفسي صفر،
يوميا اكتشف نفسي صفر، ما افتهم شيء بالزاجل. اروح يما الطال يسولفوا لي ان شاء الله سيدنا. زين عيني سيدنا، قولوا لي شنو اللي تحتاجوه. بالنسبة لنظام السباق في بلجيكا اخوان، القصيرة يعتمدون على نتيجة النادي، السباقات القصيرة يعتمدون نتيجته والكي بي دي بي على نتيجة النادي. ينطوك يقول لك من شهر الرابع الى شهر الثامن هاي روح تسابق سباقات، تعال جيب لنا افضل نتائج بالنادي مالتك. تيم فور بوند 10 أندية، هذول يصير تنجم النتيجة مالتهم سوا. الآن بدأوا في أنتويربن السنة الأخيرة، وهاي السنة بالمناسبة راح أقول لكم على معلومة جديدة قبل كم يوم نسولف فيها أنا والسيد. الآن في أنتويربن وفي بعض المقاطعات، مقاطعة 4، قاموا شي يسوون، لأنه أكو مقاطعات أضعف بدون ذكر، ما راح أذكر رقم. اللي دا يصير شنو؟ يستفادون من كثرة الجناية ويجبرون الهاوي على تسجيل الطير، انه انت تجيب الطير مالتك ينحسب. انت طويله اي اوكي، ايش قد جبت 100، انت ما تسابق قصير، حطهن ينحسب 100 طير راح بالسباق. فابو القصيره راح يكون مدلل، يستفاد من وجود ذولا الاضعف من عنده. زين ابو القصيره راح يستفاد، لكن في انتويربن الحد العام احنا نسابق لحد 200 كيلو ان حق الطيور نوديها، ومو الا تدخل بالسباقات. يعني اقول له هذا الطير خارج السباق، فتنحسب بس نتيجه النادي. من تبدي السباقات 300 تبدي المسافه، يعني الناس اللي يحطون بيك تبدي مثلا مو البلديه اللي بصف البلديه مالتك اللي حدوديه وياك، ياخذون البلديه الثانيه اللي حدوديه ولا البلديه الثانيه. أبو شاب سأجاوبك على هذا. أكو نظام، والله يا حمودي بابع أكو نظام بالعراق، أكو نظام، وسباقاتكم قوية وحلوة، ويديروها الشباب ما شاء الله إدارتهم حلوة وأعداد قوية وآلاف، تتطور وتصير أحسن. يعني أنا السابق بالعراق كنت لحد 2002 احنا نسابق بالساعة، واركض اخويا عامر وسباق سيارات، سباق ركض، وشي تريد سباق ما شنو يصير. زين بس هسه عقلية الهاوي العراقي اختلفت وتطورت وللأحسن، والسباقات تتطور وبوجود الخيرين واللي دي يشتغلون، ناس هواية تعبت على الهواية والله يبارك بيهم وطوروا الهواية. يعني واحد من الناس اخونا ابو احمد كمال خنيار، الله شاهد بسنه 2002 انا اسولف وياه، كانت الساعه مجراره، الساعه مجراره. قلت له ابو احمد هاي شلون؟ كان يقول لي حمودي العالم راح تتطور وتصير ويتطورون، وان شاء الله قدامكم طريق طويل وتتطور، لانه عقليه الهاوي العراقي الان انفتحت، الان اكو انترنت، نشوف نختلط احنا اخوتكم هنا، نقدر نوصل لكم معلومه، نقدر نساعدكم. وانتم ان شاء الله هسه هوايه همينكم ابطال بالعراق على مستوى راقي، منافساتكم صارت على مستوى راقي. زين وصار اكو اختلاط، ان شاء الله القادم افضل وافضل وافضل. زين سباقاتنا هنا، قولوا لي شو تريدون تسالوني على سباقاتنا في بلجيكا. نورك ابو حسين. شنو الخطوات اللي تطور الهوايه؟ الخطوات اللي تطور الهوايه الهاوي نفسه، هذا حجر الاساس بالهوايه، هو الهاوي نفسه. اذا الهاوي اليوم
يجي ويريد يطور الهواية ويريد يتطور زين ويريد يتطور يساعد الناس المنظمين، مو يظل يدور الزلة، هذا سوى هيك هذا سوى هيك هذا سوى هيك. هنا هم مصير صدقوني يا ناس يا عالم، ترى حتى بلجيكا السنة هذه السنة اللي راحت بداية السباقات أول سباق بنادينا جني الحمام، اجى الحمام 8 طيور أو 9 طيور بنادينا غالب الحمام بمئة متر بالدقيقة. ما إلى أي تأثير حمام القصيرة إذا يطير ويا الطويلة. فجني عندنا 8 حمامات أو 9 حمامات. 9 حمامات جني غالبات الحمام بمئة متر بالدقيقة. زين؟ لغت النتيجة، سووا تحقيق عليها، سووا تحقيق عليها. شنو هذا؟ زين؟ شنو هذا؟ إني شون الطيور، شون هذني الطيور غلبن الحمام بمئة متر بالدقيقة، وراها البقية الحمام إجي مثلاً ذني سرعتي 1450 بس أول 8 طيور، وراها البقية كليتين 1350 والتنازل ومشت. قال لهم تعالوا ما يصير، لا بالعقل لا بالقانون، شنو السالفة؟ سووا تحقيقات، أجروا تحقيقات عليها، دزوا خبر للكي بي دي بي، الكي بي دي بي لغى النتيجة مال سباق كيفري النادينة. من اكتشفوا انه هاي الطيور 8 أو 9 كليتها بنفس الوقت تسلمت، رجعوا للأوراق مال التسليم، تسلمت وصارت بالقفص الأخير، اكو قفص أخير، اكو قفص أخير تسلموا كليتهم به. زين احنا هنا نظام اقفاص، راجعوها كان يقول له تلغي النتيجه ما تحتسب نتيجه نادي كامل، لانه خلل، اذا اكو خلل الطير واحد بالنادي النادي كليته يحرم، النادي كله يحرم الحرمه النتيجه. زين النادي كامل انحرم النتيجه مالته لغيت. ف من يصير اي خلل بنادي راسا تلغي النتيجة مالته ويقعدون وانتهى الموضوع. شنو الخلل؟ الطير طار من العربة، انفتح شو اسمه، هذه بعد ما ندري بيها، اللي ما ندري بيها ما نسولف بيها. شنو اللي صار؟ بس الكي بي دي بي رأسا سوى تحقيقاته، اللي نعرفه جوي للنادي عرفوا انه هاي الطيور تسلمت سوى بوقت واحد وبآخر قفص، لغى السباق مال النادي كامل، لأن الطيور غالب الطيور 100 متر بالدقيقة، ماكو هيك شيء. قالوا لهم ماكو هيك شيء، ما يعقل. انتهى الموضوع، النادي كليته انسدت. واحد من ولدي يقول لي اذا سباقات الطير يطير من المسافه طويله ويا الطير من المسافه قصيره سوى ما راح ياثر، ما راح ياثر، يطير كليته سوى. يبقى هنا شيء يسوون؟ يعزلوهن بقفص مثلا واحد، او يوكلون كل طير بخانته تعليف، يعني الكل طير بخانته. سجاد حسين ان شاء الله، ان شاء الله غزال حسن. اوكي 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 غزال حبيبي سيدنا، شنو بعد؟ شنو عندكم؟ شنو تحبون نضيف لكم؟ ان شاء الله ان شاء الله العراق، العراق السنين القادمة ينحسب له 1000 حساب. الآن العراق يعني الناس هنا ما مصدقة إنه أكو هالقد عدد جناية بالعراق، إنه هيجي سباقات العراق. عمي سباقاتكم أنتوا تخلص بدقائق وبثواني. زين صحيح مو انحاز لأنه أنا بلجيكا، بس سباقات بلجيكا أصعب. ليش؟ لأنه سباقات بلجيكا مثلا حتى بالقصيرة صحيح ما تطلع نتيجة دمج، تطلع كم نادي نتيجة دمج ماكو، لكن من ينفكن بالقصيرة
حتى ال 100 كيلو 120 كيلو ناس تحط ورا 40، ناس تحط ورا 140، ناس تروح على اليمين 100 150 كيلو، ناس تيجي على اليسار، فتتوزع الطيور. دائما الطيور تتوزع. بسباقات هولندا يسابقون ناشونال زون، فشي يصير الطيور تيجي كلها باتجاه واحد، يعني محدوده بخط عرض 10 كيلوات 15 كيلو، من تكبر السباقات يلا يوصلون لل 20 25 كيلو. بلجيكا سباقات الناشونال يجي 300 كيلو عروض، 300 كيلو عروض، فلازم الطير دائما يفرد ويجي وحده. فتشوفون حتى بالقصيره يقولها شنو، يعني مرات الولد يقول علي شنو هاي طيرك، شو يجي واحد واحد اثنين اثنين، لازم يجن هوايه. هنا زين، هنا ما يجن لانه اعداده هوايه والطيور الطش، وهنا واحد وهنا واحد، وهنا نظامنا مزارع مو مثلنا. سيدنا صار اشوفك من الابطال يا رب. سيدنا الغالي هذه الطيرة ألفين وستعش 440 44، هذه الطيرة بالناشنال زون بأعمار السنة على 7000، عندها مركز يمكن 7 أو 9000 طير، عندها مرتين أو ثلاثة بالناشنال زون على مستوى بلجيكا بالعشرة الأوائل، على مستوى النادي عندها يمكن 6 مرات بالعشرة الأوائل. هذه الطيرة هي أختها أيس بجين. حاليا هذه السنة اللي راحت هذه الطيرة عندي من بناتها بمستوى أعمار السنة أول اثنين بزرتها من بناتها، موجودات بالبيبا رينكينج بأفضل 100 حمامة على مستوى بلجيكا، وبتها واحدة بالأفراخ، يعني بناتها الأولانيات اثنين 2018 بالبيبا رينكينج، وبناتها الثانيات بالبيبا رينكينج بتها الثانية 2019. زين، وهذه الطيارة واحدة من الأبطال. هذا فحلها، هذا الطير هم غالب، اخوته اثنين غالبات. بالمناسبة تصير عندنا هاي الريشة هنا يسموها في بلجيكا وركبن، يحبون يشوفوها الهواة في بلجيكا. بالمناسبة سيد هاي ال 144 ابنها هنا 67 و68 بناتها اثنين بالبيبا رانكينج، قلت لك اول سنه باعمار السنه، وبتها الاخ بالبيبا رانكينج بافضل سباقين بالافراخ موجوده. وعندي ابنها بزرته بنته هاي السنه، اني بالنادي مالتنا حصلت من ال 400 لل 600 بسباق الافراخ مركز ثاني مركز ثالث مركز رابع مركز سابع مركز عاشر ايس بجن، فبتها كانت المركز يعني بتها مركز رابع. الزين يطلع زين، الزين من تركز عليه يطلع زين. ما احب طير يطلع من عائله طير واحد زين او يغلب مره واحده، هذا ما احبه. الطير اللي يكرر بالسباقات هذا يسوى، هو هذا اللي يطلع من عند الايس بجن. الطير اللي يكرر هو اللي يطلع من عند الايس بجن يكرر فوز. سيدنا الغالي هذا 25،
هذا مرتين أول، هذا أخو الفحل الثاني، هذا 25 و 146 و 147 ثلاثة بأول سنة طيرتهم، ثلاثتهم أبطال. هذا فاز مرتين أول وأخوه الثاني فاز مرتين أول زين. لكن أخوه واحد من أخوته حاليا عندي من بناته أبطال. شوفك واحد من جماعتك كيف رأيك؟ سيدنا الغالي شوف هذا الطير، هذا الطير أول سنة بسباقات الأفراخ، أول سنة بسباقات الأفراخ زين، 13 سباق سجل، أخته سجلت ب 12 سباق من 13 ست مرات بالعشرة الأوائل. حاليا هو هذا ال 34 واخته نفس العش. هذه سيد، هذه اخته 35. ست مرات بالعشرة الاوائل. هذه 009 هاي خذها، كانت 010 بالأفراخ كانت أحسن من عدها وتغلب أقوى من عدها زين. حاليا أخذها من ولد صديقي علاوي علي عبد الأمير بالعويدي، كلش خوش ولد وصديقي الله يبارك له بيها. هذه موجودة بالبي بارينكينج مركز 24 2017 بأعمار السنة 2017 بالبي بارينكينج. هذه الطيارة المهم ما أحب نعوف الحمام لأنه نخلي الحمام أحسن. شوف لنا الشباب سيدنا شنو إذا واحد عنده سؤال أو استفسار إن شاء الله الأيام القادمة، لأنه أنا أكثر من مرة الشباب دخلوا علي يطلبون إنه نسولف لهم على سباقات بلجيكا. فشنو اللي انتم تحبوه، شنو اللي تريدون نسولف لكم به، حاولوا انه يصير تنسيق ويا سيدنا والناس المشرفين على هذا الجروب الراقي. شنو اللي يعجبكم، شنو عندكم اسئله تريدون تعرفوه، ان شاء الله ما نبخل عليكم باي معلومه اللي نعرفه اللي نقدر عليه ان شاء الله نحاول نوصل لكم اياه بما يعني باللي نعرفه. الزاج البحر ايش قد تبقى تتعلم وتتعلم وتتعلم، ما راح يخلص. تحياتنا لكم جميعا ونتمنى منكم طولنا عليكم زين، ونترككم في امان الله. لو احد يحب عنده سؤال او فشي سيدنا حتى ننهي. الله يخليك ابو سيف، الله يخليك. طبعا هاي جهودكم ان شاء الله، ان شاء الله مثل ما وعدتكم ما نقصر وياكم. ازهر انت بس اخي العزيز في اوروبا يا ريت تدخل سلالات الحمام الفائز. يا شباب بالنسبة لسلالات الحمام الفائز، هنا واحد من الشباب سألني، شباب الحمام اللي تشوفه قدامك هذا حصيلة سنة 2014 2015 2016 17 18 19 6 سنوات
ست سنوات من خيرة الأبطال أسماء في بلجيكا، ها وراها أكو حمام زين يطلع وأكو حمام مو زين، والإدارة مالتك، يعني مو بس عبالك تجيب لك اثنين من واحد وراح تصير بطل عالمي، لا 40-50 حمام كان عندي مارسيل سانجرز، يمكن بقت من عندن ستة، مو معناها الحمام كله مو زين، لكن أني مثلاً أني بالنسبة لي أسابق كل أسبوع، نظامي قاسي، كل أسبوع الحمام يروح، كل أسبوع الحمام يروح، ما ماكو حمام قبل البيت، كل أسبوع الحمام يروح للسباق، يعني أني إذا أريد أريح الحمام أودي 200 كيلو سباق، إذا أريد أريحها 200 كيلو، الأسبوع اللي ما أودي لازم أطلع 70 كيلو فد مرتين لو 3 مرات، بس كل أسبوع. يعني كنت أسابق كل أسبوع 400-500، وتسليم يوم الخميس، تسليم يوم الخميس يرجع الحمام يوم السبت، وسلمة يوم الخميس ويرجع الحمام يوم السبت، مراتي بات ويوم الأحد الجو مو زين هم يلا سيد، هذا واحد من الأبطال إجا إجا قدامي، هذا ابن الطيرة سيد، هذا حاليا موجود بالبيبا رانكينج هو واخته بنات هذه الطياره نهايه رقمه 8867، هذا بالبيبا رانكينج بافضل 100 حمامه واخته همينه، هنا تقول افضل 100 حمامه، افضل 100 حمامه بلجيكا، اذا عندك طير بافضل 100 حمامه بلجيكا معناها انت بطل، لانه من تبدا السباقات 20000 و25000 وراها من تنتهي السباقات عندك بس افضل 100-125 طير سجلات بسبع سباقات، فمعناها هذه حصيلة بلجيكا كليتها بالنسبة لي وجهة نظري. هذا الطير أول يعني زوج فرخات قبل الموسم، قبل بداية الموسم احنا نفرخ الحمام على مود نحنن على مكانه، لأنه قبل من هو فرخ ما شايف كل شيء، صير فحل ما شايف كل شيء، هو فرخ بعد بدأت السباقات، ففرخته على طيرة بنت السابع ناشيونال ايس بيجن، بتهن كانت رابع ايس بجن بالنادي، لو ثالث لو رابع، لانه انا ثاني ثالث رابع سابع وعاشر، بالمناسبه اول ايس بجن بالنادي باعمار السنه وعاشر ايس بجن بمسافه من 450 لل 600 باعمار السنه، بالافراخ ثاني ايس بجن، ثالث ايس بجن، رابع ايس بجن، سابع ايس بجن، عاشر ايس بجن، في نادي مليء بالابطال. من 600 لل 800 اول ايس بجن، ثاني ايس بجن، رابع ايس بجن، الاول والثاني من حمامي، الرابع من حمام الشركه، يعني حمام مو راجع لي امهاته، مو لي حمام راجع للشركه. بالنسبه للسلالات اللي عندي اني اللي اشتغلت بيهن، حاليا عندي همين هيرمان كوستر، حاليا عندي طيور شكم طير الاخويا مهند القريشي هنا ابناء الكتب، لكن السلالات اللي انا كنت اشتغل بيها وبديت بيها مارسيل سانجرز، رودي ديلز، بول هاوس، مارسيل سانجرز، رودي ديلز، بول هاوس، يوهان دونكرز بطل، من هو والله بعد حتى ما ننسى واحد، مارتن فان زون، مارتن فان زون عندي من حمامه حمام جدا جدا راقي، اغلبيه الحمام بالمناسبه 2017 انا بطلت، خابرت ماهر قلت له ماهر تعال اذا تريد تدز الطيور للعراق انا بطلت، بعدين الشركه قالوا لي لا جيب الحمام وياك وتعال، قلت لهم افرخن هنا وتسابق بناتهن، قالوا اوكي، فانا كنت مبطل، شلت الحمام الاميات الاساسيات، امهات كل هذا الحمام اجداده وأجداد الأبطال حالياً يم أخونا كمال أبو أحمد، أبو أحمد كان أساس يرجع إلى واهز، شيلتهم كل الأبطال أبو أحمد هاك، حتى من ضمنهن زاز قال لي هذا ترى ذبحه، قلت له أبو أحمد والله ابنهن ابن الزاز ثمان مرات بالثمان مراكز الأولى، شيلتهم كل الحمام طيتهم لأبو أحمد، وراها بالأخير بقى عندي شكم طير من ضمنهن أمهات السابع ناشيونال أيس بجن زين، لأنه هذا كان بعده بالأفراخ ما منتهي السباقات، الشركة قالوا لي جيبهن، فبقى عندي هذا الحمام، لكن الحمام الأساس رودي ديلز، بول هاوس، مارتن فان زون،
مارسيل سانجرز كلش هوايه، يوهان دونكرز عندي بعد، وعندي مره اخذت من رجال شايب جيرارد فان كامب مو معروف. هذا الرجال كان يدخل دار العجزين، عمره صار 82 سنه، فاخذت حمامه. ومره اخذت من واحد اسمه فان بيت جوزيف، همين بطل بمقاطعه رقم 6 يتسابق قصيره، فابوه همين توفى، اشتريت من عنده حمام رخيص. بقيت كم واحد، لكن الحمد لله والشكر قدرت انتج من عندهم ابطال. مو كل الحمام ابطال، حتى البطل يطلع مو زين. انت اذا زين وادارتك زينه انت تصنع الابطال. شكرا يا شباب، انا ترى كل شيء ما اشوف ولا تعليق. كان تعليقات شامر على صفحه، اسف شباب. هنا هاني علي حسن، كورسك اللي تستعمله بسباق السبرنت، ايش تقصد بالكورس؟ كورس مكملات لو العلاجات لو شنو اللي بالك. انا بالنسبه لي مجرب قبل هواي شركات كلهن زينه، اغلبيه الشركات زينه. 2016 كانت لي السابق اعتمادي، كانت تقريبا شركة جيليان تيل وشركة توليسان شوية لأنه كان بعيد عني 150 كيلو. شركة 2017 كان عندي منتجات شركة روني فريد. شركة 2018-2019 حاليا يعني استخدم أغلبية منتجات توليسان، لأنه يعني صار بيناتنا اتصال، يدزوا لي إياها طلبية توصلني للبيت. منتجاتهم جدا 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 رائعة. وإذا ندخل بتفاصيل المنتجات وهذه يحتاج لنا شرح كلش كلش طويل. فإن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة سيد منتظر صار نوع من النقاش على أسعار البيض في بلجيكا. بدايتي أول سنة في بلجيكا 2014 بالحمام، حتى العالم تعرف. زين، بالمناسبة علي بسبسي يقول لي ممكن تشرح لي على الحمامة 2013 مارتن فانزون. علاوي 2013 المارتن فانزون أم هواي أبطال هنا له. أم وجدة أبطال. زين، أتمنى لك التوفيق بيها. من حمامي الأساس الطائرة اللي عندك علاوي 2013 اللي أنا بعتها للمرحوم وسام. بالنسبة للبيض راح أسولف لكم بدايتي 2014. بديت بالحمام أول سنة. منو ساعدني؟ صديقي جدا يعني صاحب فضل علي، مارسيل سانجرز بول هاوس، ساعدني هواية. فرحت المارسيل سانجرز اشتريت من عنده 40 بيضة. البيضة ب100 يورو، بوقتها البيضة ب125 دولار. زين، 40 بيضة، البيضة ب100 يورو، تطلع البيضة ب125 دولار بذاك الوقت 2014. جبتهن وجبت بديت ألم دايات. زين، ومن ضمنهم جابوا لي 20 زوج من هارم فريدي فيلد. أنا إيش عبالي؟ عبالي دايات ظل يتسرب جو، أنا باوى عليها يعني محوذني بيهن أبطال. شلت من عندهم زوج، بزرتهم بتهن غلبت. ومن ضمن الدايات اللي اشتريتهم ب5 يورو. زين، أمهاتي اشتريتهم 5 يورو، هم بناتهم ظلت تسجل. بديت 2014 بسباق من السباقات، مودي 31 فرخ، عمرهن 4 شهور، هيك شيء سباق 240 كيلو. من 31 عندي 30 طير طبون بالتسجيل من أول سنة. أول سباق سجلت 26 قصيرة، مودي الطيور ماكلة. زين، كان أنغلو وحكوا علي قالوا ها شنو هذا، مين جاي عبغاله هنا الغلو بسهل. وراها صارت المسافة 240، خليتهم كليتهم يقولوا لي السلام عليكم انت بطل، مين جاي؟ قلت لهم جايكم من العراق.
زين، لكن صدقوني والله 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 يومية نكتشف احنا صفر، يومية نكتشف احنا صفر بالزاجل، يومية اكتشف انه اني صفر بالزاجل. الطبقة وشوكت تطبق وناس تباوع على القمر واللقاحات واللي يسووا للطيور، اذا نسولف لكم يحتاج لنا 3 شهور نظل قاعدين فاتحين بث هيجي ويشدونا مغذي ونظل نسولف على الزاجل. سوالف الزاجل ما تخلص، سوالف الزاجل ما تخلص. اشكر كل الاخوه اللي تابعونا، اشكر السيد منتظر، اخوي ليث ابو نبى، ازاد، ديار، كل الابطال اللي ويانا، مهند القريشي، اصحاب الفضل، مهند القريشي ابد ما انكر، مهند محمد فيصل، كمال خنيار، هذول ناس ساندوني بغربتي. محمد محمد عبد الجبار يقول بيضتين سعرهم 500 يورو. محمد عبد الجبار غاستون فاندي واور بيوم من الايام ناطي بون يمكن وصل 3000. سيد يمكن اكو بون من البون اللي نطاه غاستون فاندي واور زوج بيضات وصلن 3000 يورو، اذا تتذكر يمكن 3000، صح لو اني غلطان؟ زين، هذا يتبرعون به للانديه. زين، ف ان شاء الله يا شباب ان شاء الله يصير لنا بث مره ثانيه، الشباب اللي تحتاجون فشي على مود يعني نحاول نوصل لكم معلومات من الالف للياء. اهم شيء صحه الحمام، لوف جيد، حمام جيد، وراها تبدي مداراتك، وراها راح نبدي نسولف لكم على باقي الامور. عندي فحل احمد الزيدي، عندي فحل من حمامك مارتن فانزون 2010 673 طويرني ابو عيون بيض، احمد الزيدي طويرني عيون بيض، حبيبي ليث ابو نبأ نشكرك ونشكر كل الاخوه الابطال، حمودي يعني، ابو مهدي، جهاد قصاب، اخ عزيز، كليتكم اخواننا. ان شاء الله ان شاء الله نحاول نحاول بالايام القادمه نسوي بث بعد اكثر. سيدنا شنو بعد عندكم شيء لو انهي البث؟ شو تقولون؟ اكو سؤال، اكو استفسار، اكو واحد من الولد مثلا عنده فد شيء على مود ننهي اليوم هذا الحد. زين، وراها ان شاء الله احمد الزيدي هذا الفحل، لحظه واحده خلي يمكن خلي اشوفك واحد من بنات الابطال. إذا ما تخوني الذاكرة أبو شهاب أحمد الزيدي، هذه واحدة من بناته وحفيزاته بالبيبا رانكينج 3، يعني بنات بناته وبنت حفيدة طالعة رابع أيس مجن هاي السنة، يعني إذا هو نفس الطويني أبو عيون البيض. أشكرك رعودي، أنت البطل سيدنا. لحظة، سيد خالد الزيت اللي في الشي وما شفته. يا عقيل أبو عمار يقول لي أخ أحمد إذا تجي تسابق ببغداد تقدر تغلب مهند القريشي؟
راح اقول لك فتشي اخ عقيل زين مهند القريشي اول سنه اجى للزاجل هم زين قشمر جاب منا ومنا زين بس من اللي تقشمر بيين همي انا كان ما ينحمل ف قدرت اغلبه وكان انهزم اني نص هزمتي من العراق بسبب مهند القريشي لان مهند القريشي من اجى وراها دهر العالم زين طبعا اخويا مهند القريشي بطل من العيار الثقيل يحب الطير ما شفت انسان امانه الله مو مبالغه ما شفت انسان مثله يحب الطير قعدت هيك البارحه اسولف لهم للولد قعدت هيك والاسبين بحلقه الباوع هذا اكل هذا اكل 10 حبايات هذا ما ادري ايش سوى هذا صعد هذا نزل ويعرف ايش يختار وهو ابو طير هو ابو طير يعني هو بطل مهند القريشي بيطلع ثاني عنده خسران زين عاشت ايدك ديار زين هاك ديار لعب هذا حلو ديار زاد حسن وينه بطل السلالات خلي يتفرج شوف زاد هذا تفرج بعض ظهر خطيه شحماني والله بطل علاوي انت بطل حبيبي حمودي محمد آزاد انت بطل والله وهاي السنه هاي السنه ما شاء الله يعني اثلستوا قلبنا جماعه كركوك سباقاتكم كانت كلش حلوه انت بطل مميز دائما نتائجك حلوه دائما تنافس بالعشره الاوائل هو هذا التميز حمودي يعني خليك على هذا المنوال محمد آزاد كنت بطل تابع نتائجك زين واستمر على هذا الشيء خلينا نعوفكم بعد وعندنا بطل همينا طبلنا همينا من كركوك برق الأصيل اللي هو خليل أخونا هذه السنة نتائج مميزة زين خليل فديوم نخلي الولد يسوي وياك لقاء يسمع كلام زين وبطل بطل مميز يحب الحمام إن شاء الله كل أبطال كركوك حجي دميرال محمود شفول الكل كركوك بيها أبطال ما شاء الله السنوات القادمة السنة تجي أتوقع منافسة بكركوك كل الصعبة كل أبطال كركوك كل أبطال العراق على عيننا وعلى راسنا حتى ما نذكر اسم وننسى اسم كلهم أبطال ونتمنى لكم كل الموفقية يعذرونا شباب نعوفكم اليوم رتبوا ويا
سيد منتظر والناس القائمين على الجروب. إن شاء الله مرة ثانية نسوي بث نسولف لكم على شغلة شغلة شوية شوية حتى لا تتوزع يعني لا تصير عليكم الأمور هواية. ونتمنى لكم كل الموفقية. شكرا ومع ألف سلامة.